مساء الخير، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل لانشون بيتي، وخلينا مقتنعين ان مفيش لانشون بنعمله في البيت بيطلع تيبيكال او 100% هو اللانشون اللي بيجي من بره. انا عملته بطرق كتيره جدا، اصلا بعمله من زمان بس مش بالطريقه دي، الطريقه دي جديده. انا هقول لكم الاول على الطريقه دي، هي سهله خالص وميزتها انها هي قريبه شويه من الجاهز، قريبه من الطريقه التانيه اللي فيها بيض وجبنه وزيت ومكونات تانيه كده. دي سهله خالص، هي دي فراخ وشويه توابل وميه بس، مفيش فيها اي حاجه تانيه. التوابل اللي استخدمتها معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر ومعلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه بابريكا ومعلقتين زيت بس. يعني هي ميزه الطريقه دي انها خفيفه جدا، انها صحيه قوي قوي، مفيش فيها اي حاجات تقيله او حاجات تزود الوزن او حاجات تتعب، او يعني هي خفيفه خالص. حتى التوم اللي فيها باودر هنحط كمان، انا هكتب لكم المقادير عشان ما تتلبخوش فيها في التعليقات. هنحط كمان معلقتين زيت ومعلقتين لبن بودرة ومعلقتين مرقة بودر، هي المرقة دي متوفرة عادي، ولو مش موجودة مكعبين مرقة. شوية التوابل دول كلهم مع معلقتين الزيت احنا هنقلبهم على كوباية مية ساقعة، كوباية مية ساقعة من يعني مش متلجة بس ساقعة قوي، يعني ما تبقاش ساقعة عادي، لا ساقعة اللي هي شبه هتتلج. وهنقلبهم كويس قوي، هنقلبهم بمضرب يدوي او حاجه كويس لحد ما تدوب كل المكونات دي في بعض. هي بس التوابل كده. وبعد كده هكون انا مجهزه نص كيلو فراخ، يا ريت صدور عشان انا جربته انا لوحدي الاول بوراك، ما ظبطش، كان سايح شويه من جوه، يعني بصراحه ما كانش مظبوط. هي اللي ظبط قوي ومسك في الفراخ، مسكت وكانت تمام وحلوه، هي الصدور. انا هضرب التوابل كويس مع بعض، حتى انا حاطه شويه مكعبات تلج كمان، 3 4 مكعبات تلج اهم، هسيبها على جنب دي وهبتدي بقى افرم الفراخ. نص كيلو الفراخ دول هفرمهم في محضره الطعام ديت على مرتين، لان هي مش واخداهم كلهم. انا هفضل افرمهم كويس اول لحد لما يتفرموا ويتدخلوا مع بعض قوي، وبعد كده هحط الخلطه دي كمان معاهم، بس هي دي، ويتضربوا مع بعض كلهم، هي دي بس الخطوات بتاعته، وبعد كده هسويها على النار.
الحمد لله ان الاطفال بيتقبلوه، هو مش بيع